السلام عليكم. ربي صلي وسلم على نبينا محمد. بعد موت أبو طالب اشتد الإيذاء على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كأي إيذاء. حتقول لي طيب عمر وحمزة، عمر ما زال في قتال مع قريش، لكن الكثرة تغلب الشجاعة. حمزة ليس سيدا كأبي طالب. يا أبو طالب شفتوا ايش سوى لما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش في الشعب؟ جاء وجاب عبد مناف وجاب بني عبد المطلب وجاب بني هاشم كلهم بأمر من أبي طالب. فكانت قريش تخشى هذه القضية، قضية إثارة بني هاشم وعبد المطلب وبني عبد مناف. لكن حمزة ليس، لكنه مقاتل وأسد الله سبحانه وتعالى، وفي عز الإسلام في إسلام عمر وحمزة. لكن القضية قضية كثرة، قضية تآلف، قضية عدم حضور النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الشخصيتين في أغلب المواقف. لكن اللي حصل انه الايذاء اشتد ليس كأي ايذاء سابق. اول كان اللي يتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام فقط الاسياد، السفهاء لا. بعد موت ابو طالب حتى السفهاء، مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام راح لبيته، واحد سفيه شافه في الطريق اخذ تراب ورماه على النبي عليه الصلاة والسلام حتى اصاب رأسه، التراب بقي في رأس النبي عليه الصلاة والسلام. ودخل الى بيتي واحدة من بناته، اي ابي اي ابي، تبكي. وجلس النبي عليه الصلاه والسلام وقامت هي تغسل له شعره، شعر راسه الطاهر، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وشافها تبكي قال: اي بنيه لا تبكي، لا تبكي، ان الله مانع عن ابيك، لا تحزني، الله معايا، لا تحزني. وخرج من بيته صلى الله عليه وسلم وشافه كفار قريش فضربوه حتى اغمي عليه صلى الله عليه وسلم. وجاء ابو بكر رضوان الله عليه: تقتلون رجلا ان يقول ربي الله انت؟ ثم نظر لها ابو قحافه، ابن ابي قحافه، هذا المجنون، يقول هذا المجنون جاي يدافع عن صاحبه. ثم لقي النبي عليه الصلاه والسلام عقبه بن ابي معيط، فاخذ قماشا كذا ولفه على رقبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد ان يختنق، ان يموت، اختنق اختناق شديد صلى الله عليه وسلم. اذيه ليست كاي اذيه، الان السفهاء الناس تريد خلاص، يعني الموضوع ما بالكم الصحابه رضوان الله عليهم. حتى المطيبه بالافواه صلى الله عليه وسلم شعر، قال هو النبي عليه الصلاه والسلام: ما زالت قريش في كاعة في جبن حتى مات أبو طالب. شاف النبي عليه الصلاة والسلام الأوضاع اختلفت تغيرت، ويقول: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه إلا بعد موت أبو طالب. شاهد هذه الفترة، تخيلوا هذا أعز رجل في الإسلام قاعد يلقى هذا الشيء الضرب. فتتابعت الهجرة خلاص، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أداهم إذن، مو أمر، إذن، اللي بيروح يروح اللي ما يستطيع. فتتابعت الهجرة، مرة يروحوا جماعات فرادى وكذا، إلى أن وصل عدد المهاجرين 83 رجل، 82 رجل و18 امرأة. تقابلوا كذا في منطقة، طبعا ناس هاجروا وصلوا، في ناس، ففي مجموعة كبيرة وصلت لليمن. معاهم مين؟ جعفر بن أبي طالب. أبو طالب مات، فالمنع حتى على جعفر وعلي كلها راحت خلاص الآن. فجعفر استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة فأذن لها. الأوضاع ازدادت حتى في دار الندوة، خطاب الكراهية ارتفع إلى سقف لا يعقل، لا يعقل. اول كان في رحم لا وكذا وذولي نخاف مكه لا 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 لا، ابو جهل تسيد الموقف وغسل عقول كل الاسياد. محمد، هذا محمد، ها، يضرب، فاين اصحابه؟ فبداوا يبحثون اين اصحابه، فعلموا انه في وجوه غيبت، فتقصوا عن الامر، عرفوا انه في مجموعات خرجت مخافه الاذيه، خرجت باتجاه اليمن، يريدون ان يلحقوا باصحابهم اللي هاجروا رضوان الله عليهم في الهجره الاولى، الزبير بن العوام فقريش لم تستقر لها امر. فاجتمعوا في دار الندوه وقرروا قرارا بارسال الفرسان وقتل هؤلاء المهاجرين في الطريق. في الطريق الصحابه رضوان الله عليهم الثله المؤمنه هذه الذين خرجوا من ديارهم خوفا من بطش اهل مكه. في الطريق سبحان الله استراح الصحابة رضوان الله عليهم شوية، واحد من الصحابة اسمه خالد بن حزام، أخو حكيم بن حزام، جالس كده، فنهشته حية، لدغته، فتسمم ومات رضوان الله عليه. في واحد من الصحابة هناك قاعد ينتظره اسمه الزبير بن العوام، يا الله الزبير هذا بطل من ابطال الاسلام. الزبير يقول لك ايام لما كان في مكه قبل ان يهاجر، سمع انه النبي صلى الله عليه وسلم في عهد ابو طالب، يقول سمع انه النبي عليه الصلاه والسلام فقد، يمكن اللي معانا في السيره من اول يفهم انه قلت القصه هذه، انه ابو طالب شعر انه النبي صلى الله عليه وسلم فقد، كان وقتها عمره 14 سنه او 15 سنه الزبير بن العوام، يقول لك طلع بسيفه عند سياد قريش يهشهم كذا، قال اين محمد؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: ما فهم، ما حملك على هذا لما سمع؟ قال: سمعت انك فقدت يا رسول الله. الزبير رضوان الله عليه
الشاهد أن الزبير بن العوام هو صاحب خالد بن حزام، يحب وصاحبه مرة. يعني لما سمع أنه في مجموعة جاية من مكة وتقص الخبر، سمع أنه خالد بن حزام جاي ففرح، حتى يقول لك صار يطلع كل شوية إلى أرض الاستقبال، منطقة الاستقبال يستقبل فيها المسافرين، الميناء يعني، ها وصلوا ولا ما وصلوا. يقول فكنت أتوقع قدومه وأنتظره بلهفة، فما أحزنني شيء حزنا كما بلغني خبر وفاته. جو دخلت قالوا له يا زبير، قال أين 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 خالد؟ فقال له الصحابة لقد مات في الطريق، نهشته حية. فبكى الزبير، فبكى صاحبه، كان ينتظره من سنوات، من شهور ينتظره، رضوان الله على الصحابة. هذا موقف يعلمك كيف الصحابة يحبوا بعض رضوان الله عليهم. وصل جعفر رضوان الله عليه والمجموعة اللي معاه، واستقبلوهم المهاجرين السابقين وبدأوا يتكلموا معاهم وكذا، ودخلوا إلى أرض الحبشة. قلت لكم أرض الحبشة أرض تجارة وزراعة، هذه الأعداد 83 وكذا، يعني ليست ملفتة، ليست مثيرة للانتباه، ها. فدخلوا وعاشوا حياتهم طبيعية جدا جدا، أبدا عادي. وهذا الملك اللي هو النجاشي اسمه أصمحة، وكان قلت لكم ملك عادل يعني، تمام، ما اصلا ما يدري انه في مسلمين وكذا، الامور ماشي بحكم، الامور طيبه يعني. الى اهل مكه لم يستقر لهم امر ولم يقر لهم قرار الا ان يرسلوا وفدا من قريش يعيد هؤلاء الصحابه الى مكه حتى يقتلوهم ويعذبوهم من قبلها. مين ما عندك الا الداهيه. اول كان يرسل عمر، قلت لكم عمر سفير قريش، الان الداهيه عمرو بن العاص من دهاة العرب، وارسلوا معاه رجل اسمه عبد الله بن أبي ربيعة. عمرو بن العاص لما وكل له هذا الأمر سوى شيء بسيط لا يعبر عن دهائه الكبير، شيء بسيط يسويه أي أحد. سأل، يعني هي خطوة استباقية، ماذا يحب البطارقة اللي حول النجاشي؟ طبعا لازم تفرقوا فرق بين البطارقة والأساقفة. البطارقة اللي هم السياسيين حقين تخطيطات الحرب وكذا، الأساقفة العلماء. فهو بيدخل للنجاشي من طريق البطارقة، تمام؟ فسأل إيش أكثر شيء يحب النجاشي وهؤلاء البطارقة؟ فقالوا له الأدم أو الأدم اللي هم الجلود هذا يحبوا يجلسوا عليها الفرو وكذا. فأخذ مجموعة وشيء جميل وشيء كمان هدية ثانية من الديباج وكذا، وسافر في رحلة مع عبد الله بن أبي ربيعة حتى وصل إلى الحبشة. وصل عمرو بن العاص إلى ميناء الحبشة، جلس كده، نزل أول ما نزل بدأ يلتفت لعله يرى أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ما لقي أحد، فانطلق إلى غايته. وصل البطارقة جالسين كده، والهدايا الشيء اللي يحبوه، فهم عرفوه هذا من قريش من مكة. تعرف مكة لها تاريخ مع الحبشة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فهم يعرفوا عندهم في السير والتاريخ مكة ما حد يقربها، ويعرفوا وفي سياسات بينهم من بعض، يعني المنطقة الاستراتيجية التي يقصدها كل العرب حجا، فيعرفوا يعني. فاستقبلوا عمرو بن العاص، اهلا اهلا باهل مكه وكذا. وعبد الله بن ربيعه بن ابي ربيعه ينظر، اعطاهم هذه هدايا، هو عمرو بن العاص، هذه هدايا من اهل مكه لكم وتقديرا لكم ولملككم العادل وكذا. اطعم الفم تستحي العين. بالفعل هذا المثل عندنا، اطعم الفم تستحي العين. هو بيوصل عمرو بن العاص الى منطقه من الامان انهم ما حيردوا في طلبه، فلما شعر عبد بن العاص فرحهم بالهدية وكذا، أشعرهم أنه في غم. ما بالك إيش الأمر؟ قال لقد أغمنا أمر في مكة. قالوا ما الأمر؟ قال إن لنا أناسا من قومنا قد أتوا إلى بلادكم وقد سفهوا آلهتنا، وأصبحوا يفرقون بين المرء وزوجه وبين الأب وأبيه وبين الإبن وأبيه، وقد أفسدوا في مكة. الله، مين هذول؟ بس تعرف إنه هذه منطقة تجارية، تعرف من العرب كثير هنا يعني. قال أعرفهم، لكني أسألكم طلبا، أدخلوني على النجاشي، بتكلم عن النجاشي. أهيا أدخلوني على النجاشي. قال سنفعل. وبالفعل تدخل الهدايا على النجاشي، فرح بها. من أين هذه؟ قالوا من مكة، من عمرو بن العاص. طبعا النجاشي لازم تعرف انه هو ترى عالم، اول شيء عالم بالنصرانيه، الامر الثاني يعرف اهل مكه، وقيل انه يعرف عمرو بن العاص، بس عمرو بن العاص من دهائي يريد ان يجمع معه اصوات، يعني جاب هذول الوزراء السياسيين حتى ايش يقوي صوته، يعني ما دخل كذا مباشره.
ودخل عمرو بن العاص واستقبله النجاشي اهلا وكذا، ولكن اظهر انه هو في غم عمرو بن العاص كذا. والامر قال ان لنا اناسا من قومنا سفه الهتنا، ليسوا على ديننا ولا دينكم، لا هم على دين يعني عباده الاصنام ولا النصرانيه، وقد فرقوا بين المرء وزوجه واوا. قلت لكم هذا الملك النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، قال ان فيها ملك لا يظلم عنده احد. فلما سمع هذه الخطابات التجيشيه من عمرو بن العاص قال يا عمرو لا اذن بحكم حتى اسمع من الاخر. انا سمعت منك يا عمرو، لكن انا لا يظلم عندي احد، لابد ان اسمع من الطرف الاخر. وبالفعل هذا اصبح النجاشي ارسل جنوده يطلبون عرب اهل مكه، العرب كثر لكن اهل مكه معروفين متميزين كذا. تناقلت الاخبار قبل ان يصل الجنود الى المسلمين جعفر وكذا، فكانوا جالسين يا ترى عمرو بن العاص داهيه دخل على اصمحه، فخافوا عرفوا انه في طلب الان وراهم مساله ما هي بسيطه، ايش حيسوي النجاشي كيف، فاما حياه واما موت. الا شويه كان اميرهم جعفر، ايش شويه الجنود جايين، فجعفر قال لا حد يتكلم، انا خطيبكم انا المتحدث، لا حد يتكلم. الجنود انتم اهل مكه؟ نعم. قال جعفر نعم. قال النجاشي اصبح يريدكم. وانصرف الجنود. جعفر وقف، ام سلمة كانت موجوده تقول فاجتمع الصحابه رضوان الله عليهم واكدوا على مساله انه جعفر خطيبنا، جعفر متكلم، المساله حياه وموت ما يبغى لها اجتهادات، قضيه حندخل على النجاشي ما يعرف كيف، ما نعرف اول مره ما نعرف كيف يفكر وايش قال له عمرو. تقول ام سلمة فذهبنا جميعا ودخلنا على النجاشي وكان في منظر مهيب، الأساقفة البطارقة، وهناك عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، والنجاشي ينظر إليه. قال أنتم من أهل مكة؟ قالوا نعم. جعفر قال نعم. قال ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في أي دين ولا في ديني حتى تأتون بدين جديد؟ ما هذا الدين؟ حدثوني عنه، كلموني عنه. قلت لكم هو رجل عالم وعنده حكمة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يظلم عنده أحد. جعفر رضوان الله عليه قال يا أيها الملك اسمعني. قال كنا قوما نعبد الأصنام لا تنفع ولا تضر، ونسيء الجوار ونقطع الرحم ونفعل الزنا ونهتك الأعراض ونكذب ونسرق، حتى بعث الله لنا رسولا من أنفسنا نعرف نسبه وصدقه، ونعرف أنه أمين وصادق ولا يكذب، ولم نعهد عليه كذبة، أتى ليعيد الأرحام ويمنع الزنا ويصل بنا ببعضنا ولا يأكل القوي منا الضعيف. هذا النجاشي ينظر، والله صفات حميدة، يعني عكس ما وصف عمرو بن العاص. بدأ ينظر إلى عمرو ثم نظر إلى جعفر قال أو أنزل عليه كتاب؟ قال نعم. قال النجاشي إذن أسمعنا. انطلق جعفر مباشرة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النفوس هدأت، الناس ينظرون، بطارق، الأساقفة، الصحابة، عمرو، عبد الله، النجاشي. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. النجاشي
بدأ ينظر وقلبه كاد أن يطير. تقول أم سلمة: والله رأيت النجاش يبكي يبكي، والأساقف يبكون، وجعفر يقرأ. حتى وصل جعفر رضوان الله عليه في تلاوته من سورة مريم لما حصل ليحيى عليه السلام في الآيات: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حيا. تقول أم سلمة: فرأيت النجاشي، لحيته امتلأت بالبكاء، يبكي يبكي. ثم قال: والله إن هذا الكلام ليخرج من مشكاة واحدة، مشكاة الأنبياء. إن هذا الكلام مثل الذي جاء به موسى. نجاشي يقول، مع أنه النصارى المفترض يقول عيسى، لا، هم كانوا يعتقدون في عيسى أنه رب إله، لكن الأنبياء اللي هم موسى ومحمد. ثم نظر إلى الصحابة قال: اذهبوا، والله لا أسلمكم. نظر إلى عمرو بن العاص قال: اذهب اذهب. الصحابة فرحوا، داخلين على الموت، الموت ما هم عارفين. اللهم لك الحمد، الحمد لله. تقول أم سلمة: فرحنا فرحا شديدا ونحن نخرج، وإذا بنظرات عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة، فخرجنا فرحين. عمرو بن العاص هدأ، لا، قال: والله لا أعودن له مرة ثانية. ما هدأ عمرو. راح الصحابة رضوان الله عليهم واستبشروا خيرا، قالوا: خلاص الآن عرفنا النجاشي عنده. عمرو بن العاص اليوم الثاني راح للبطارقة، قال: آخر مرة بس تدخلون عليه، ودخله. قال: يا أيها النجاشي، أنت تعتقد في النصرانية صحيح؟ تعرف النصرانية صحيح؟ إنهم يسفهون النصرانية، ها؟ إنهم لا يعتقدون كاعتقادك في عيسى. النجاشي: لا، هذا دين، هو عالم. فاستدعاهم مرة أخرى، جو الجنود أهل مكة: نجاشي يريدكم. فخافوا أكثر من الخوف من مرة، إيش اللي وجاتهم الأخبار إنه عمرو ترى دخل عليه مرة ثانية، ما حنفك إحنا من هذا الموضوع، إيش الموضوع هذا؟ فجعفر قال لهم: أنا محدثكم، أنا خطيبكم. ودخلوا، تقول أم سلمة: دخلنا عليه مرة أخرى ونحن في خوف أشد من المرة الأولى، ممكن تغيرت عنده القناعات. نظر النجاشي وبه ينظر نظرة المستغرب: ماذا تقولون في عيسى؟ سمعت أنكم تقولون في عيسى قولا عظيما. قال جعفر: والله ما نقول إلا ما قاله الله وعلمنا إياه نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول العذراء. ثم انطلق جعفر في تتم لسورة مريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خضعت الرقاب: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. جعفر يقرأ مواصل حتى وصل إلى قول الحق سبحانه وتعالى: ذلك عيسى بن مريم، ذلك عيسى بن مريم. لا تفصل كل شيء، عقائد النصرانية والناس اختلافاتهم وكذا، وتقول لك مين هو عيسى بن مريم: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. اسمع: ما كان لله أن يتخذ من ولد. أي قوة أنت قدام واحد نصراني؟ ما كان لله. يا الله يا جعفر، يا الله يا جعفر. النجاشي ينظر إشاء الآيات، أخذته بعيدا تفصيلا لكل شيء، تبيينا لكل شيء، حتى انتهى جعفر. النجاشي ينظر مندهش، الآيات أخذته بعيدا، يعني بيّنت له كل شيء. ثم ما وسعه إلا أن أخذ عودا، قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني ما زودت حرف على عيسى بن مريم، هذا كلامك كلام صح، ما خرج إلا من أنبياء، ما نزل إلا على أنبياء. البطارقة السياسيين: ما تقول؟ يعني ضرب في العقيدة حقتهم. قال: والله إن تناخرتم، تادي تناخروا، والله ما عدا عيسى ما قاله. يا أصمحة، سبحان الله،
نظر النجاشي إلى عمرو بن العاص قال اذهب والله لا أسلمهم، والله من سبكم غرم. يقول الصحابة والله من سبكم، بس مو تعرض لكم، غرم، والله من سبكم غرم. ثم نظر النجاشي إلى البطارقة قال أعيد له هداياه، أعيد له هداياه. وخرج خائبا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وفرح المسلمون فرحا شديدا. ينصرنا، يقول لنا سمعناه، يقول لنا والله من سبكم غرم، يعني احنا في حماية. تقولهم سنة فأقمنا عند النجاشي أحسن جوار وأحسن مقام. النجاشي بعد هذا اليوم أرسل واحد يجيب جعفر سرا في الليل. دخل جعفر مستغرب، قال علمني القرآن، أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسولكم رسول الله. فرح جعفر، فرح وسر، النجاشي يسلم، ملك الحبشة يسلم، يا الله، الله أكبر. صار جعفر يجري النجاشي باستدعاءات في الليل سرا، النجاشي يضبط المكان وكذا ويجي جعفر، ما يبغى النجاشي أحد يدري عشان لا تحصل فتنة، والفتنة قد حصلت. يجي له طبعا في الليل يعلم القرآن وكذا، وداره صحيفة فيها مكتوب القرآن. خلاص صار النجاشي يتعلم من هذه الصحيفة ويقرأ منها يتقوى بها، وكان يبكي النجاشي من الآيات. إلى أن زي ما قلت لكم حصلت فتنة لما عمرو بن العاص قال اسمع منهم القرآن وإيش عقيدتهم في عيسى. قرأ جعفر ما كان لله أن يتخذ من ولد، النصارى، عيسى ابن الله. فشعر النجاشي في اليومين هذه كل ما في اجتماعات الصباح إن البطارقة شادين عليه ونفرين منه، وحاس إنه في مؤامرة من وراه. النجاشي ملك ويريد الاطمئنان ويريد الاستقرار، لا يريد حصول فتنة، لكنه أسلم وحاس إنه في مؤامرات وكذا زي ما قلت لكم. فاليوم الثاني الصباح قبل ما يدخل عليهم في الاجتماعات أخذ الصحيفة اللي فيها القرآن ووضعها بالداخل كذا ما حد شايفها، وستر نفسه كذا وحطها جهة قلبه. ثم سأل كذا في اجتماعات الصباح ما شأنكم، أراكم ساخطين؟ قالوا لقد وافقتهم على عقيدتهم وتقول في عيسى ما لم يقله أحد. قال ما تقولون أنتم؟ قالوا نحن نقول أن عيسى ابن الله. إيش سوى النجاشي؟ قال وأنا على هذا. هم ما هم شايفين، هو يضرب على المصحف يضع يده على المصحف، قال وأنا على هذا. تورية طبعا، هو مو على أنه ابن الله، على المصحف اللي في قلبه، قال وأنا على هذا. وسكتوا، سكتهم، هدى اللعب شوية يعني. إلا أن الفتنة حصلت، ولاحظ هم اختلافاته الكثيرة بعد ما سمع القرآن من جعفر في المشهد العلني ذاك. صارت مؤامرة، ثلاثة من البطارقة دول كونوا جيش سري، ثم تفشى هذا الأمر حتى صار الجيش يعني وصلت أخباره إلى النجاشي. المسلمين سمعوا أنها تكون فتنة وحرب، أيوة والله زاد الخوف عندهم، لأنه عارفين البطارقة أصلا ما قاموا بهذه القيامة إلا أن المسلمين جاءوا وأفسدوا على النجاشي دينه. فقالوا والله إن هزم النجاشي في هذه المعركة لنبيتن في شر مبيت، حنموت يعني كلنا. فكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى ينصر النجاشي. المعركة تقام في منطقة تعزل المسلمين على المعركة نفسها بنهر، ما يعرفوا الأخبار بين المعركة والمسلمين نهر. استعد النجاشي لهذا القتال، وزي ما قلت لكم الموضوع مهم للمسلمين، إلا أنه في الضفة الثانية ما هيعرفوا الأخبار، من كيف نجيب الأخبار؟ الزبير بن العوام كان أصغر القوم، قال أنا كان يعرف السباحة رضوان الله عليه، فنفخ يعني قربة كده وضعها كده على صدره تمام، وبدأ يسبح. قيل أنه نهر النيل، بدأ يسبح. حتى رأى بأم عينه أن النجاشي بفضل الله سبحانه وتعالى انتصر على البطارقة، فعاد وأصبح يعني حتى وصل النصحف أصبح يشير لهم أبشروا النجاشي انتصر. وفرح الصحابة رضوان الله عليهم فرحة كبيرة جدا بعد سلسلة من المخاوف بقدوم عمرو بن العاص والحرب والفتنة اللي قامت بين البطارقة والنجاشي. خلونا نرجع لمكة. مكة في هذه الفترة تغيرت كثيرا كثيرا، أصبحت فيها قسوة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يفكر أن يذهب إلى ناس ثانيين خارج مكة،
يدعوهم. هذول 10 سنوات 70 واحد بس يسلم، وفي شدة وعنت وتعذيب وتنكيل واضطهاد واستهزاء وسخرية وسفهاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف، طبعا من دون علم أهل مكة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم سرا 80 كيلو مشيا على الأقدام، معه زيد بن حارثة رضوان الله عليه. أنا كنت بقول إيش حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الوقت أخذنا كثيرا وما بطول. الله يجعلنا ناشرين سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة. اللهم احشرنا يا رب معه، لا تجعل معنا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما من مرافقته في الجنة يا رب العالمين. يا رب مقصرون، لكنك أنت الله. اللهم احشرنا في زمرته. علقوا على الشاشة وانشروا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أحبكم، السلام عليكم.